أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم عملية توظيف مالي لفائض الخزينة همت مبلغا إجماليا قدره 2 مليار درهم. وأوضحت المديرية في بلاغ اليوم أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يومين بسعر فائدة متوسطة نسبته 2.4%. في موضوع آخر، كشف إعلان لرئيس الجماعة القروية ألمستي بإقليم سيدي إفني يكشف فيه لساكنة الجماعة بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع حفر بئر استكشاف النفط بسيدي موسى 2 قبالة سواحل سيدي إفني، واستنادا لوثيقة الإعلان الموقعة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على قرار عامل سيدي إفني. أخبر المسؤول الانتخابي أن البحث لاستكشاف النفط بسيدي موسى قبالة سواحل سيدي إفني تم أو سينطلق من ابتداء من هذا الشهر. حذر المدير التنفيذي لبورصة لندن اليوم من أن قطاع المال قد يفقد ما لا يقل عن 10,000 وظيفة إذ فشلت الحكومة البريطانية في إنهاء حالة الشك بخصوص اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأقل لورد لدى مثوله أمام أعضاء لجنة شؤون المالية في مجلس العموم أن الشركات العالمية في حي لندن المالي لا يمكنها الانتظار طويلا، وقد تضطر لنقل أعمالها إلى الخارج إذ لم تقم لندن بإعادة خطط واضحة للحفاظ على ريادتها المالية في أوروبا. ودوليا، فتحت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين موسم إعلان نتائج الأعمال لمعرفة ما إن كان أداء الشركات في الربع الأخير من العام الماضي يبرر ارتفاع السوق لمستويات قياسية. أما بورصة الدار البيضاء فقد أغلقت جلسة الثلاثاء على إيقاع الارتفاع بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي ومادكس، ولدان سجل على توالي من قيمتهما 1.39% و 1.38%. وأبلغ مؤشر مازي ومؤشر شامل يضم كافة القيم من نوعي الأسهم 10,619 نقطة، في حين بلغ المادكس ومؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 12,886 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.